السلام عليكم. قناة القاطع للأسماء تقدم لكم أبناء الرسول من السيدة خديجة. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر منه بحوالي 15 عاما، إلا أنه أحبها كثيرا، وكانت أول من أسلم من بيته. وقفت بجانبه حتى ضربت أفضل الأمثلة في السند والدعم الذي قدمته للنبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في دعوته، ورزق منها بجميع أولاده ما عدا إبراهيم. ومعا سوف نتعرف على أبناء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. تابعونا ولا تذهبوا بعيدا. أم المؤمنين هي خديجة بنت خويلد، يتقابل اسمها مع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النسب عن الجد الخامس. زواجها بالرسول لم يكن أول زواج لها، ولكنها تزوجت مرتين قبل زواجها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى من عتيق بن عابد، أنجبت منه عبد الله وهند، والزواج الثاني كان من أبي هالة بن النباش بن زرار التميمي. تعتبر السيدة خديجة رضي الله عنها أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أفضل نساء الأرض، والتي قيل فيها إنها كانت عاقلة وذكية جدا، صابرة على كل البلاء، ومن أهل الجنة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحها كثيرا لكثرة حبه لها، حيث كانت أحب نساء المؤمنين إلى قلبه. عندما يتعرض لأي موقف صعب لم يجد بجوارها سواها. وعندما توفيت سمي العام الذي لقت فيها ربها بعام الحزن. وكانت نعم السند والمعينين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقفت بجانبه بكل ما تملك، علمت برسالته ونبوته، وصدقتها حتى صارت أول من أسلم من أهل بيته. لم تبخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما تجود نفسها منذ أول يوم لنزول الوحي في الغار وحتى وفاتها رضي الله عنها. ويعتبر أبناء الرسول من السيدة خديجة هم أغلب الذين أنجبهم النبي من زوجاته. أنجبت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم 4 إناث واثنين ذكر، وهم القاسم وعبد الله، زينب، فاطمة، رقية، وأم كلثوم، وهم جميع أبناء الرسول من السيدة خديجة. القاسم هو أول من أنجبته السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كني النبي بأبا القاسم، وتوفى أول أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفلا صغير. عبد الله ولقب ثاني أبناء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من الذكور بالطهارة، ولكنه توفى صغيرا أيضا. زينب تعتبر رضي الله عنها ثاني أبناء الرسول من السيدة خديجة بعد القاسم، وتزوجت من الربيع بن أبي العاص. رقية وتزوجت من الصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن فارقها عتبة بن أبي لهب، وكانت مع عثمان حتى وفاتها في السنة الثانية من الهجرة. أم كلثوم وتزوجت عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة السيدة رقية رضي الله عنها، وصارت زوجة له حتى وفاتها في عام 9 من الهجرة. فاطمة ولقبت بفاطمة الزهراء، وتزوجها الإمام علي من أبي طالب رضي الله عنه، وأنجبت منه 5 أبناء، وهم الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. وبالنسبة لإبراهيم فهو أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة مارية القبطية،
رضي الله عنها، ولد في عام الثامن الهجرة، وتوفي وهو صغير، وجميع أبناء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ماتوا قبله، ولم يتبقى سوى فاطمة الزهراء التي توفيت بعد الرسول بستة أشهر. شكرا للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من فيديوهاتنا القيمة. إعداد وتقديم حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.